يا ابتسام صباح الفل. صباح الخير يا مدام هانا. ازيك يا ابتسام عامله ايه؟ انت وحشاني كتير، انا بتبسط لما بكلم حضرتك. حبيبتي كلميني على طول والله يا حبيبه قلبي. بس التليفونات مشغوله على طول. والله هو ضغط تليفونات غصب عننا. ناس كتير اشتكت والله. لا انا مبسوطه قوي بجد، يعني ان انا بكلمك بجد. انت نورتيني النهارده. الله يخليكي، تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. الله يخليكي. فكرتينا بصينيه البطاطس الله يرحمها امي كانت بتعملها في الخبيز. الله يرحمها. طبعا في الصعيد. الله، في الفرن بقى الفلاحي بقى تلاقي ريحه الاكل. بنعملها وليها نكهه. والله بصي، ارديحي من لا غير كنا اي حاجه بنعملها باللحمه. بس ايه، حتى لو ارديحي تطلع لك من الفرن تحفة. بتطلع تحفة. ريحة الخبيز والبطاطس بتبقى جميلة قوي 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 يعني حبيبتي. الله يخليك. النهارده بقى ابتسام هي فعلا أكلة الغدوة بتاعتنا كلها النهارده من الزمن الجميل. أيوة فعلا. الله يخليكي الله يخليكي يا شيفال. الله يكرمك يا حبيبتي. الله أنا عايزة منك طلب، يعني تحت أمرك. طبعا عايزة تعملي لنا الشريك. الشريك. الشريك المصري بالسكر والقرفه. بالسكر والزبيب. بالسكر والقرفه والزبيب. حاضر. وعايزه الكوردون بلو. والكوردون بلو ده كده تاني حد يطلبه. حاضر. معلش هتعب حضرتك، انا بعت لك على الرساله امبارح. لا والله. لا من عينيا، احنا بنكتب الطلبات كلها وبننفذها على طول ان شاء الله. ميرسي يا نورتيني. يعني بجد بحبك جدا 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 حبيبه قلبي. على فكره انا تيتا يا حبيبه قلبي. طب ما انا تيتا بس ما خليها في سرك بقى. عندي الثانيه ثانوي. لا انا اكبر حفيد عندي قد كده اهو. ربنا يخليك. الله يخليك يا انا حبيبتي. عندي اربع احفاد وبعمل لهم الاكل بيعجبهم. بسم الله ما شاء الله. المفروض بقى يسموكي ايه؟ الشيف تيتا. يعني لا احنا متعلمين في الصعيد اصلي من سنه. طبعا طبعا تحياتنا لاهلنا في الصعيد. بيعلمونا واحنا صغيرين بنمسك المطبخ. ايوه طبعا، امال ايه. حبيبتي حبيبه قلبي نورتيني والله نورتيني. بصوا بقى الريحه الجميله دي طلعت من ايه بقى؟ الريحه الشهيه دي. حطيت البصل في معلقه سمنه ونزلت بفصين ثوم مفرومين بالشكل ده كده، ورحت على طول مقلباهم في قلب بعض. ودي بقى ايه روايح كده حلوه بحركه بسيطه جدا. بتعطلونا ليه؟ بتعطلونا ليه؟ ناخد رشه فلفل اسود. لا يا استاذ احمد مش انت والله، انت زي الفل يا باشا. هم عارفين نفسهم. رشه فلفل اسود كده على البصله بالتومه، وبعدين هروح نازله بالقوانص كده متقطعه صغنن خالص الاول، تاخد كده ايه صدمه لوحدها الاول عشان بس تدخل في السوى على طول معانا. قولي لي مين كتب على اللايف وقالوا ايه بقى؟ قولوا لي. امل، امل جاوبت على الفراخ الشامورتي يعني ايه. ماشي يا امل، بس هقول لك صح ولا غلط في نهايه الحلقه. من فضلك يا استاذ احمد مطلوب منك مهمه صعبه جدا انا عارفه. قبل ما نختم لازم تقول لي جاوبي الاجابه الصح، عشان انا كل مره بقول لحبايبي اخر الحلقه هقول لكم الاجابه الصح وبنسى. ماشي، لازم لازم نقول الاجابه الصح عشان لو حد بيتفرج علينا وعايز يعرف الاجابه بتاعت السؤال بتاع كل يوم. بصوا يا جماعه، انا عارفه ان النهارده السؤال شويه صعب، مش هيعرفوا غير الاكيله. يعني ايه فراخ شامورت؟ ويعني ايه فراخ بداره؟ ويعني ايه فراخ عتقيه؟ يعني ايه بداره ولا عتقيه؟ هفكركم بحاجه. فاكرين فيلم الايدي الناعمه؟ الله يرحمه الرائع احمد مظهر لما كان اول مره يروح عند بتاع الفراخ. جيلكوا بعيد عن الدخان بس. وكانت في واحده واقفه بتشتري فرخه ومسكها كده وقالت له ايه، شوفها لي والنبي يا ابني دي عتقيه ولا بداره. قام مسكها كده عمل حركه معينه قال لها دي بداره وهتبيض. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ هاتوا المشهد ده وانتوا هتفتكروا انا بقول لكم ايه. قولوا لي قولوا لي قولوا لي. الناس اللي بتربي فراخ طبعا هي دي اكتر حد هيبقى عارف. ها يا استاذ احمد سهلناها كده ولا صعبناها؟ ده بصوا بصوا استاذ احمد حسين مخرجنا عرفها وهي طايره ولا عارف حاجه على فكره. قولي يا اسراء، اهم حاجه ان احنا ناكل الفراخ دي. قولي لي يا حبيبتي. لا انا مش سامعاكي كده، الصوت راح. عاليه عاليه كتبت قالت ايه. ماشي ماشي، الله عليكي. عاليه اسمها عاليه. عالية أول واحدة، عالية المجدي أول واحدة على اللايف كتبت صح. يلا بس اوعى تغشوا منها.
ماشي؟ يعني جاوبوا انتوا كده مع نفسكم. عملنا ايه بقى عشان ما انتوش من الوصفه بتاعتنا، وصفتنا النهارده يعني تستاهل ان انتوا لازم كلكم تجربوها في البيت. بصله، فص ثوم في معلقه سمنه، وبعد كده رشيت عليهم فلفل اسود، وبعدين نزلت بالقوانص الاول اديتها الصدمه بتاعتها، وبعد ما خدت صدمه وغيرت لونها ورحت نازله بالكبده عليها ورشه فلفل اسود تاني، وده كل اللي اتعمل لغايه دلوقتي، ما عملناش اكتر من كده. وبشوحهم كلهم في قلب بعض كده بالشكل ده، وبعد كده كل التوابل اللي عندي في المقادير هحطها على الكبد والقوانص في المرحله دي، اللي هي ايه بقى يا استاذ احمد لو تحب ننزلها تاني المقادير تاني بتاعتنا. يلا يا باشا يلا. بهارات ست الحبايب اهي اللي عملناها مع بعض، ما عندكيش ممكن تحطي السبع بهارات مفيش اي مشكله خالص. والقرفه والحبهان البودر، ورق لورا بودر كده، كله بودر كده علشان ايه ما تبقاش في حاجه صحيحه في الرز بالشكل ده. وشوفي بقى لون الرز بعد كده وريحته وطعمه حكايه. القرفه هنا معانا اساسي يا جماعه. قلبي، شايفين المنظر بقى ابتدت تغمق ازاي، وطبعا ايه البهارات بتتشوح معاه فمطلعه لي ريحه ما شاء الله عليها. بس كده، دي كده المرحله المهمه جدا والمظبوطه جدا ان انا في الحاله دي اقول لك يلا ننزل بالرز بقى. بسم الله. الفرخه البلدي اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض، كل فرخه هتاخد لها حوالي كوبايه رز اللي هو المج بتاع الشاي، فانت احسبيها بكده، كل فرخة هتاخد المج، لو في مج هنا كنت وريت لكم المج بتاع الشاي العادي ده، فرخة هتاخد كوباية، ماشي؟ فانت احسبيها بقى. بصوا كده قلبوا كده، ما حطيناش الملح، الملح ده بيبقى اخر حاجة واحنا بنشوح الرز كده بالشكل ده اهو. بصوا اللون بقى الجميل بتاع الرز عامل ازاي ما شاء الله عليه كده. نروح جايبين بقى الملح كمان بالمرة. يلا مين جاوب؟ زمان اسراء يعني عماله تقرا دلوقتي مسحوله في الاجابات على اللايف. يلا قولوا لنا يا جماعه ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ نقلب تاني كده، شايفين الجمال؟ بسم الله اهو كده. وبعد كده هنروح جايبين شويه ميه بقى سخنه، ومش طبعا مش هدي عقد الرز العادي، لا ده انا هعمل اقل. يعني مثلا احنا عندنا الكوبايه في الرز المصري كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، انا هنا كوبايه الرز هتاخد نص ميه بس. بصوا يا جماعه يعني ايه، انا مش عايزه الرز ده يستوي للاخر. بصوا كده هو ده المقدار المظبوط، مش اكتر من كده. واول ما تتشرب، اول ما الرز يتشرب شويه الميه دول هطفي عليه، مش هوطي واسيبه يكمل سواه. ده كده الرز بتاع الحشو. اه طبعا استاذ احمد بيقول لنا الرز ده اصلا بيبقى طعمه تحفه. لا وبالتوابل بقى، مجموعه التوابل الحلوه اللي احنا حاطينها دي هتبقى تعجبكم جدا ان شاء الله. مين معانا؟ يا ام ساجده، رشه فلفل اسود. ازيك يا شيف؟ صباح الخير. صباح الفل والسعاده والهنا يا قمر. عامله ايه يا شيف؟ انا بحبك قوي. الحمد لله يا حبيبتي، فضل ونعمه والله، الحمد لله. تسلمي لي يا قمر. اخبارك ايه؟ تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها دي. تعيش يا قمر. شوفي بقى الفراخ المحشيه النهارده بقى، وادعي لي لما تعمليها ان شاء الله. اه والله شكلها هقوم اعملها دلوقتي. يلا يا باشا، عندك فراخ طلعي ويلا اشتغلي على طول. عندنا والله، ده احنا لسه هنذبحهم بقى. يا حبيبتي دايما عندك الخير كله يا رب، اللهم ربنا يخليك يا رب. تسلم ايدك كده دايما يا رب. تعيش يا قمر، تعيش يا حبيبتي. ساجده بتكلم عليك اهي، لسه صغيره. سنها قد ايه؟ لسه عندها 6 شهور. يا روح قلبي، ربنا يخليها لك يا رب، عقبال ما تشوفيها عروسه كبيره كده وتشوفيها داخله الجامعه يا رب، اللهم امين. يا رب يا سيدي. حبيبتي ده بصي بقول لك ايه؟ المثل نعم. بيقول لك شهر وشهير والتاني صغير، عارفه يعني ايه؟ يعني ما شاء الله الايام هتجري والشهور هتجري، وهتبص تلاقي ما شاء الله اللي انت لسه بتقولي عليها دلوقتي 6 شهور ما شاء الله بقت عروسه قدامك. فشهر وشهير والتاني صغير فعلا والله. وانت بخير كده يا رب. يا رب يخليك يا حبيبتي، يا رب يخليكي، نورتيني. الرز خلاص اتشرب، المايه اللي انا حطيتها سخنه عشان عايزه الرز يتشرب اوام اوام. عايزه اوريكم قد ايه الحشوه بتبقى سهله وسريعه جدا. الرز كده بالنسبه لي اسمه ايه؟ نص سوى. بصوا اهو خلاص، طالما الصوت عالي كده بالشكل ده يبقى الرز خلاص شرب المايه اللي انا حطيتها. تقلبتين كمان بس يفلفل سيكه كده معايا مع معلقه زيت كده في الاخر، بس يا ستي وادي الحشوه خلصت وبقت زي العسل. قوليلي يا اسراء انا معاكي.
انوار بتقول ايه؟ ايوه ماشي. انوار او انور. انوار او انور. جاوبت صح. اللايف اهو يا جماعه قدامكم على الشاشه اهو. الف حمد لله على السلامه. اللايف اهو يا جماعه، ده اللي موجود دلوقتي اللي احنا بنجاوب على اسئله الحلقه عليه، وبنقول اسم كل اللي بيجاوب صح معانا. زي ما قلت لكم الصفحه اسمها هي بالعربي وبالانجليزي. خلاص انا كده الحشوه عندي تمام وزي الفل، وايه يعني ريحتها ما شاء الله عليها يعني كده. خلاص خلصت معايا.